العلاقات الفرنسية المغربية، قرر حزب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنشاء فرعين جديدين له في المغرب. وحسب بيان صدر عن حزب الجمهورية إلى الأمام، فالفرع الأول سيكون في مدينة أغادير جنوب غربي المغرب، أما الثاني ففي مدينة الداخلة في الصحراء. هدف الخطوة وفق الحزب هو تعزيز شبكة الحزب الدائرة المغربية وغرب أفريقيا. الموقف الفرنسي من قضية الصحراء تباين بين الحياد والدعوة لحل سياسي، وصولا إلى اعتبار الحكم الذاتي أساسا لمحادثات جادة. أواخر عام 2020 اعترفت واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء. الموقف الفرنسي حينها اتسم بالحياد وتجنب دعم أو شجب الخطوة الأمريكية، وهذا التزاما من باريس بتوجهها الداعم لمفاوضات بين المغرب والصحراء وفق ما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار أوضحت الخارجية الفرنسية أنها تؤيد حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من الطرفين على حد وصفها، لكن فرنسا جددت في مناسبات عدة دعمها لمقترح المغرب ببحث خطة حكم ذاتي، واعتبرت الخطوة أساسا لمحادثات جادة وصادقة. أما المستجد في الموقف الفرنسي فقد يدعم التكهنات حول دعمه للطرح المغربي، وهذا ما تجسد عبر إعلان حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح فرعين للحزب، أحدهما في أكادير المغربية والثاني في مدينة الداخلة في الصحراء.